ديوانة فهم تقدم لكم سيت كوم كلوب هاوس. بطولة ريم الرياحي، سلاح مصدق، سفيان الدهش، زياد المكي، سونيا الدهماني، أميمة العياري وفاطمة الحسناوي. قلبي وقلبك وقلوب الناس في هاوس خونا عباس. قلبي وقلبك وقلوب الناس في هاوس خونا عباس. قلبي وقلبك وقلوب الناس في هاوس خونا عباس. قلبي وقلبك وقلوب الناس. مريتو سماح هي ساس، لا تقولي خماس لا تقولي ساس. أزر باشا رمز الفارس وكهنة سامبول الفناس. صحبة ميمي تنحي ستراس وحب له اللي شيخ الراس. عيني لجارك المهرس سما لعتيري عز الناس. قلبي وقلبك وقلوب الناس في هاوس خونا عباس. قلبي وقلبك وقلوب الناس. كلوب هاوس. تأليف حاتم بالحاج، إخراج أنور العيشي. اصبح البهيرة وياسمين العربي. اللهم لا نسألك رد القضاء. وي سي العتيري، اشنية المشكلة اليوم؟ شنو شناوي تعمل لي بابا؟ بالعكس أنا تيري نحب نصلح غلطتي معاك. أما قبل بالله سي عباس، ثبت لي في الفاتورة هذه نتاع حوايج ولد الجار، ماني ناوي نعمل لها فوتوكوبيات ولا صقع باش الجيران يعرفوا وين مشات فلوسهم. كل حاجة في بلاصتها، تعرفني حقوقي أنا. اي باهي، ترى نشوف سيدي. هكا بريمير فيو أمورها 5-5. هيا باهي. أما مش كيف اللي هكا فاسك مش فينو تعمل الخير وتشهر بيه. يلا غالب يا سي عباس، الشفافية لازمة. تياك ترى في الحرب على الفساد الناس توقفت على زوج شهير فارينا. هو بناتنا باهيلهم، خلي الناس تستانس بالنظام، خاصة في أمور الكونتابيليتي. تقول أنت لازم الواحد يعمل كونتابيلي؟ علاش؟ أنت عندك مداخيل أبار ماندة لانتريت متاعك؟ وعلاش تسأل أنت؟ باش نجم نجاوبك. كان عندك أكتيفيتي أخرى من المستحسن أنك تعمل كونتابيلي، فهمت توا؟ معناها ناس وما تحبش تكوني ناس نسى عليك. هو بيناتنا سي عباس، عندي بيزنس صغير ما عنده معنى. أما ما يعرفوا حد، قاعد نكرك في شوية عصافر والربي فيهم، وهكا ساعة ساعة ما نبيع شي عصيفر ما كتب ربي ورا سارة. وانا الرفيق دي ما تكركر في شكاير الزيوان، ماشي في بالي جلجلان، قلت الهم ماشي اكل سمسة. زيد شتوى شي ما يضحكش راه. تعرف أنا نتخيل في آزر مسكين يقيس في الحوايج وانتي ولولا قدام الكابين تستنيه. حتى كاهنة جاي معانا، قال شنو خايفة لا تلحم بيني وبين للا زيدا. ما عادش نجم يا أمي. جنيبي جنيبي زيد شتوى كان بباتين فينا من بعيد. والله يا سميح شي أقوى مني. تعرف كان هكا يطلبوني جماعة السنداج على أحسن سيتكم رمضان السنة، باش نقول لهم سماح ولا لا يسجم البلادة. ملا جو. تعرف فكرتني في صغري، انا كان عندي كانالو عنده سويت وقت اللي يبدا يلعلع في الحومه ما نحكيلكش. اباي بالحق، انا الحق زاد غرام كبير. تعرفت على واحد علمني هكا كيفاش، وقال لي فيه مصوار يعمل كيف. اها فيهم مصوار. أيوة. ملا يلزمك الدكلار عليهم خويا. شنو يا سي عباس تقول ضربك كورونت دي فاش قامه باش قباله اللي باش نحلها يا اخي؟ الحاكم يستنى في انا باش يعبي الكاس نتاع البلاد. اي ما هو فليس منك وفليس من غيرك يوليو كدايس. يوليو
وحس بريك زمان سي عباس، قديش نخلص عليهم؟ تخلص عليهم نسبة من سومهم، والنسبة انت وحجم المبيعات. تي قل لي أببري هكا. لا 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 عاد لا، ما نجمش نحسب أنا لأببري هكا، إلا ما تقول لي الشيفر دافير متاعك، نحيو منهم المصاريف ونحسبه. تشنو الشيفر دافير خير ربي في البقر؟ أنا تي هالشقلالة هذية اللي مش حلها لروحي، تي خلي بسطرة ربي وذاك هو. أون برانسيب سطر ربي ما يشملش السرقة. آه سي عباس هكا راهو ولدي تي حقدر يعيشك موقفك. آه الله غالب، اسمع نقولك أنا راني نغير على خدمتي، وما بيناتنا واحد ما يديكلاريش مداخيله الزايدة وما يدفعش أداءاته، أشي تسمى هذا مواطن صالحة؟ يتسمى يجنقل باش ينطرح وجهه. لا 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 لا، هذا يتسمى يسرق. شو أنا نسمي الأشياء بمسمياتها أخويا. بالله يا سي عباس خلينا بالقدر يرحم والديك. باهي، وكان ديكلاريت تشد لي أنت الكونتابيليتي. ما نشدك هي ما بقديش. شنو باش نبدأ ندفع قبل ما نديكلاري؟ كل مجهود لازم خلاص. باه يا سيدي نعطيك عصفور في العام. شنو عصفور؟ لا 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 لا، ما نوصلوش غادي. انا خلاصي ساهل، من بعد رمضان هذا ورمضان الجاي ماذا بيا ما عادش تقابلني. رمضان ريحته ملات البلاد، من بنزرت البنقردي عنا وصفات بنان طايبه بزيت صافي اللي لمنا من كل مكان، ويودك ببلاتفورم 100% تونيزيان فيها التصنيف من المدرب البيضنجان المسفوف بالرمان. ادخل لسيت بنا صافي وتبع الروسات وبرتاجي معانا تصنيفك. زيت صافي بنا صافي. أزر في رمضان يهبط عليه البخل، أما كيف يطول عليه النهار يولي عاون في التحضير الديسير، يمد هيك حقة شامية بتاع بابيون من الفريجيدير ويبدأ يتبن. جد عليكم، يمد شامية بابيون والروسيت يزين يحط لشامية فوق لجاتو. آه يا لطيري، شو نقول لك، والله جيت نشري دجاجة حية ولا سردوك عربي هذاك اللي بالقلوقة. اوه السردوك العربي والله شهيتني، والله شهيتني يا سي عباس. هيا هاو هاو دجاجة نشوف نسألوه عنده شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام خويا سامحني، عندك شي سردوك عربي؟ اي عندي عندي يا مدير، ب 35 اللي كنت يا هذا سردوك عربي وش بيه ابيض كي دجاج الماكينه. اه ما نسمح لكش، نقول لك اسمعني، هذه عنصريه ضد الدجاج الابيض. اي كيفاش يا ودي كيفاش هكا؟ معناها تقول لي انت سردوك عربي وهو دجاج الحاكم، وتقول وزيد تعاود فيها وتقول فيها وتسب في الحاكم زاد؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا 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 لا، قالك تسب في الحاكم هذا يظلم شبيتك في قلبه. هيا برا نمشي وخير. هيا اخويا اخويا مش لازم، والخشاش بصراحه لا تبارك له. اسمعني وراس مرتي اصله سوري هذا، من اللي فلوس وهو سرح البر يا اخي، ولا كيف وكيف السرادك العربي؟ نقول لك قاقي كيكه قاقي وعدك غشاش 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 قاقي بين سواقي والدفاع. عزيزتي سماح يا اخي اش بك تاكل برا لونتي؟ عندي كعبوره في كرجونتي ناكل ونغص. بسم الله عليك ما هانا خارجين نتفرهدو. بسم الله عليك ماما. ما تكلمتش انا لاسكورتي بعيد المراه، بالله كان يعرضوني جماعه بلا قناع الا ما نفرغ لهم قلبي. لا لا لا، انت تجوزت كل المعايير العالميه، امبوسيبل كنت نتصور اللي باش توصل لليفل هذا. برجوليا با، كيفاش نجمت تجيري علاقتك مع ما؟ انا من الجمعه الاولى بديت نطيق. رد بالك ازوره، حب نذكرك اللي قبل ما تجاوب عندك الحق في محامي، وكل ما باش تقوله ينجم يستعمل ضدك مدى الحياه في اي عركه ولا نقاش ولا قلق برا. رديتوني قرهمانه الدار بهي، نكمل ونتعشيو بالسيكته وما نحب حتى تعليق من هوني للسحور، فهمنا؟ جاوبوني. فهمنا ولا لا؟ واضح. حتى حد ما يحلفهم وش؟ أنا عزيزتي من غير ما نجاوبك، احنا مانا متفاهمين باللي صححت على الزداق.
زهري خرجوا الكل وخلوني راسي راس الماتش. قديش عندي على هالإحساس، حر هكا وحدي في داري نتحكم في التليكوموند كيما نحبانا. ان شاء الله خير. وين فون جاك؟ جاك يا ولدي شكون؟ سيربريز. شكون بليس يا جاري؟ يا ضابر يا ضابر يا ضابر. تفضل سيدي، حاجتك بحاجة؟ على خاطر أنا لا عيني نخرج ولا نحب نتحرك من داري. تشكون قالك متحركين من دارك؟ هيا 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 ما تشبدها هيا. شو صحيح بلي كيفاش تخلطوا؟ نسمع يا سيد عطيري وراس العزيز الغالي، وكان نلقى لما خلي اللي في القلب في القلب. راني تاعب والنوم يكبي فيا، وتوا أنا برك كنت ناوي باش ندخل نرقد. تيزي عاد ما تقينهاش، ما جاتني المدامة للدار. شنو؟ ايه قالت لي انت بعثتها باش نجيب حذاك نتفرج في الماتش نونسك. سهرة باهي يا سماح، باهي ربي يحبك نعم عليك بها وراسك يا سي عباس. ايه انا بيدي كنت بنطوفي والبيجاما وماشي نتهد نتكب نرقد، اما كي اختي سماح شدت تصحيح قلت ما نخليهاش بصاحبي ونجي نونسو. ماهي باهي هاتك صحة. اش يقول السسمو قدام غاسلو؟ يقول هات عليك التليكومون. قالوا ماتش بتعوذني نحطوا مسلسل مصري. هيا عاد هيا برا عاد سخن التاي. هيا هذاك اللي مازال سمحني، وتحبوا بالكاكاوية ولا بالفول؟ مانيش مصدقة اللي شريتو حوايج في أقل من ساعة. فريمون في هدي نشهد لك. أش قولك في ذوقي؟ أيوة مادامك تخرج مع والدي سيك عندك ذوق. شكون شكر العروسة، أمها ولا خالتها؟ هيا تلم انتي ومن فضلك يزي من الجندرة السلبية. منين تعلمتها هذي؟ كسبة ولا ويهموك هالمواضيع؟ تيوس يا مموتة، ما هي نساتي للا اللي تقريهولنا في الانفي صبهولو وتيد مبعد. وبليش زيدة، اما كي نبداو ان فامي عيط لي لولا. اما ما تحلش يا سيدي. انا ماما لي نحكي على ان فامي. سامباتيك ماما. ايا تصبح على خير سامح. اشنو مضمضت ونويت الصيام ولا؟ استنى ساعة نحب نحكي. تحكي يخلي غدوة طاو نحكيه في الكوشين وانتي طيب. لا حب نفرق قلبي، ما كانش بيجينيش النوم. باي سيدي للا فرق قلبك ما يسالش. للا عندي مشكلة مع للا. هذا عاد واضح، والعلاقة بين الأم وحبيبة الابن معضلة لا نفعت فيها لا فلسفة ولا بسيكولوجيا. غالط على طول الخط. مشكلتي معاها كوني عجبتني برشا. وانا ليلة كاملة نخمم كيفاش نرجع لك فازة العتيري. اتلذذ ولا اتشمت. مغيبك عزيزتي تصبح على خير. ديوانة فهم قدمت لكم سيتكوم كلوب هاوس. تمثيل محمد سفينة، عزيزة برباش، سميرة العمري، نادر العياشي، كريم الشنوفي، لحبيب بالحارث، صالح جلاسي، المنصف المعروفي، وشادلية خياتي. ضيوف الشرف لطفي العكرمي، محمد علي بالحارث، سندس حمو، أحسونة ناجي، وعلي لندلسي. وأولاد الديوان اللاعب الدولي النصر البدوي، السعدي الزيداني، ورامي الفوراتي. تصميم الموسيقى والجينريك أصيل العيادي. توزيع الموسيقى بشير غربال. أداء الأغنية شادي دمك. هندسة الصوت لسعد الدريدي. موظف بلاتو لطفي الرياحي. توظيف الإنتاج شادلية خياتي. مساعد مخرج كريم الشنوفي. قلوب هاوس تأليف حاتم بالحاج. إخراج أنور العياشي. مع الشكر الخاص لمؤسسة الإذاعة التونسية.